اش ما نقراوش بالصح؟ وقتي ما تبكيش ما تبكيش. تخطي كاع الحدود وسيري البعيد وقري قري قري. انا كنقول لك فرحي دابا وضحكي وما ديريش ببالك. انا عارفه القرايه غادي تدمر حياتي. راه انا دمرت حياتي ملي خرجت من القرايه ودابا رجعت ليها وعرفت قيمتها. عمرني تخلى عليها. عرفتي ملي كنت في الدار كلشي كيحتقرني كلشي كيحتقرني. كاع الناس كيهينوني كنشوف صحاباتي جايين وحامين شناطي كيقراو وكاع العائله ديالي كتقول شوفي بنت فلانه كتقرا. شوفي هذه كتقرا مزيان. هلا هذه جابت نقطه مزيانه. وانا شنو كندير؟ جلست في الدار ما عندي ما يدار. شفتي اختي تقرا قرايتك صافي كملي حياتك بالقرايه. عارفه قيمه القرايه. غادي نحاول ان شاء الله نقنع ماما وغادي ندير اي حاجه باش انها تخليني نكمل. هاك ما كرهتش وليني ماما راه عنيده. كيفاش مامك عنيده؟ ماما واش كاين شي ام خلفتها؟ الا ماما حلقت لي شي حاجه راه ما نقدرش انا نعرضها. قاعده تخرجني غادي تخرجني. هاك ما تقوليش هاد الهضره. راه انا جربت ما كرهتش نكمل قرايتي وليني راه الظروف. شوفي انت غادي تكملي قرايتك وانا عارفه اش اش نقول لك. خلاتك ماما ترجع للقرايه؟ واه خلاتني اجي ولكن غادي نقول لك هضره وحده نصيحه وحده زعما غادي ترجعي للقرايه وي غادي تنسي عليك ديك المرتبه الثالثه المرتبه الاولى. فهمتيني برافو. اجي نقول لك نتلعبوا هضره بحال ما هي.